3 ملايين مصري على الأقل. طيب يعني أستاذ حمدي، مع تحفظي على ما ذكرته من تعبير أن الحكومة الحالية تدعم الإرهاب وتحفظ فريق العمل على هذا التعبير، أشكرك شكرا جزيلا. أستاذ حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي بالأهرام العربي، وصلت وجهة نظرك. وأسأل الأستاذ معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين. أستاذ معتز، ما هو دور المرشدين السياحيين في هذه الفترة لطمأنة السائحين وإيصال رسالة عن استقرار الأوضاع في مصر باعتبارهم يعني يقومون بالاتصال المباشر مع السائحين وجها لوجه؟ احنا كرقابة وكمرشدين منذ قيام ثورة 30 يونيو اشتغلنا على محورين، المحور الأول كمؤسسة كنقابة والمحور الآخر كأشخاص كمرشدين سياحيين. كمرشدين كل منا بيتواصل مع كل الأصدقاء اللي كونهم طوال سنوات عمره، بيوضح لهم حقيقة الأحداث في مصر في ظل الهجمة الإعلامية اللي هي ضد مصر، واللي هي بتحاول تظهر أن ما حدث في مصر هو انقلاب وأن هناك عمليات للقتل وخلافه. كنقابة احنا تواصلنا مع كل المؤسسات بداية من منظمة السياحة العالمية ونهاية بكل ما نعرفه وكل المؤسسات، حاولنا دشلنا حملة بأكثر من 20 لغة في بداية الأحداث. نعم. قلنا أن ما حدث في مصر هو ثورة وهو إرادة شعب حماها الجيش وخلافه، وإحنا مستمرين في أداء هذا الدور، لكن هو للأسف الشديد ونظر لقلة عدد السائحين القادمين إلى مصر حاليا فما فيش لغة تواصل معنا إلا من خلال رسائل الإلكترونية أو عبر الهواتف أو عبر وسائل الاتصال الشخصي مع بعض الأصدقاء. لكن طبعا في حال وجود سائحين في مصر ده بيزود الدور، بيخلي الدور اللي احنا بنلعبه أكثر تأثيرا، إن احنا بنقدر نوصل الصورة. كنا نتمنى أن يكون لنا دور في من خلال هيئة الاستعلامات أو خلال وزارة الإعلام، حاولنا التواصل معهم، لكن وقلت من البداية أننا في حدود 17,000 جندي في تحت أمرة الوطن، في أي وقت يحتاجون حاجونا، لكن للأسف الشديد لم يتم أي اتصال من الجهات الرسمية. احنا بنأكد على ده من خلال برنامج حضرتك ان احنا على استعداد للقيام باي دور يمكن لنا. نعم. بالادوار بالاضافه الادوار اللي احنا لنرى انها ضروريه والتي نستطيع في حدود امكاناتنا المتواضعه القيام بها. نعم، شكرا لك الاستاذ معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين على مشاركتك معنا. واسال اخيرا اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخليه الاسبق، يعني سياده اللواء، لماذا اختيار منطقه طابه بالذات لتنفيذ هذا الحادث الارهابي، وايضا ما هو الدور الملقى على الجانب الامني لتامين المناطق السياحيه بشكل عام؟ ودلوقتي طبعا هو يكون في منطقه طابه، ده اللي هو على اساس ان منطقه طابه بلد السياح في منطقه شرم الشيخ ودهب، وهناك سياحه في هذه المناطق، وهذه المناطق امنه، والسياح كانوا لا يهابوا ان يحضروا اليها من بلادهم على اساس ان الامن واثق من التعامل في هذه المنطقة وتأمين المناطق دي، فضلا على أن أهل سيناء نفسهم جنوبية أو جنوب سيناء هم بيأمنوا السياح لأن ده أكل عيشهم وبيكون مصدر دخل. فضرب السياحة في هذا المكان يؤثر على أهالي سيناء جنوب سيناء وعلى السياحة في جنوب سيناء والتي تجذب عدد كبير من السياح أكثر من أي منطقة أخرى. نعم. ده اللي هو بالنسبة لسيناء، لكن اللي أنا عايز أقوله إن العمليات الإرهابية لا تفرق بين صح وخطأ، المهم إن هم عايزين يكسروا الاقتصاد المصري، عايزين يقولوا إن مصر غير آمنة. عايزين يقولوا ان المحاكم الرئيس المعزول والاخرين تؤدي الى هذه التفكيرات وهذه التفكيرات اللي هم بيعملوها في كل محاكمه. نعم. للرئيس المعزول سواء قبلها بيوم او سواء يوم المحاكمه في ذاته، وسبق ان قلت هذا الكلام يمكن في مداخله برضه مع احد القنوات، وقالوا لي عمليه ان هو عدم وجود متظاهرين وانشغال الخلايا الارهابيه القيام بأعمال تفجيرات أو أعمال اغتيالات. يجب على الشرطة في هذا الموضوع أن تأخذ حذرها أكثر من ذلك، وألا تأمن لمجرد أن هذه المنطقة آمنة أو غير آمنة. نعم. تشديد الحراسة
بالإضافة إلى تدريب العاملين في مجال السياحة على شكرا لك. نعم شكرا لك سيادة اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية الأسبق، وأشكر أيضا كل من السيد معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين والأستاذ حمدي الجمال رئيس القسم الاقتصادي بالأهرام العربي. إذن مشاهدينا دعونا نطرق أبواب الفضاء الإلكتروني ونذهب إلى صفحتين على الفيسبوك وتويتر لتلقي مشاركتكم وعرضها، وتقوم بهذا الدور زميلتي حنان عاطف. نعم أحمد بالفعل أبدأ معك ومع مشاهدينا الكرام مباشرة في استعراض التعليقات والأراء التي وردت إلينا على حسابينا على الفيسبوك وتويتر. أبدأ مع موقع الفيسبوك مع الأستاذ ناصر حجازي يقول: لقد انطلقت مسيرة أبناء مصر العظيمة من خلال خارطة المستقبل ولم يتبقى سوى خطوتين ويريد الإرهابيون وقفها، فقاموا باستهداف الحافلة السياحية وهذا هو إفلاس لهم، فهم الآن في غرفة العناية بعد أن وجه لهم جيش مصر العظيم ورجال الداخلية ضربات قوية، وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة ويريدون أن يخدعوا الداخل والخارج ويهمهم بأنهم قادرون على زعزعة الأمن والاقتصاد، ولكن شعب مصر العظيم يقول: نحن سائرون وسوف نجتاز المرحلة وسوف تنهض مصر بعزيمة هذا الشعب وسوف تختار رجل المرحلة الوطنية لقيادة مصر ابنها المشير عبد الفتاح السيسي، وسوف نحقق أهداف ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو، وسوف نحاسب كل من أجرم في حق مصر والمصريين، وسيرى العالم كله عزيمة وإيمان المصريين، وستكون واحة أمن وأمان لكل الشرفاء والمقيمين على أرضها الطاهرة. وشكرا قناة النيل، وشكر خاص لأسرة البرنامج المحترمين ولكل العاملين. نحن أيضا نتوجه لك أستاذ ناصر حجازي بكل الشكر على المشاركة والمتابعة. أنتقل تعليق آخر من الأستاذ فوزي حجازي يشاركنا برأيه ويقول: استهداف المنشآت السياحية وتأثيره على الاقتصاد القومي، هذا العمل عمل خسيس وجبان لا يحدث إلا من إنسان تجرد من الضمير والإنسانية وجميع الأخلاق السامية، ولا يقوم به إلا إنسان قد أفلس من جميع طرق المواجهة المعتادة، وأن هذه العمليات الإجرامية تؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد القومي لأنها من الموارد الأساسية للاقتصاد القومي، فهي تؤثر على العاملين بقطاع السياحة وترهبهم وتجعلهم قلقين، وتؤثر ذلك على أصحاب المشروعات السياحية وتقلقهم وتجعلهم خائفين على أموالهم. مشاهدينا كانت هذه تعليقاتكم بالإضافة إلى آرائكم، وأنا هنا من غرفة المتابعة الإلكترونية في انتظار مزيد من الآراء والتعليقات. والآن نتحول من جديد للاتصالات الهاتفية وأحمد فؤاد، إليك أحمد. شكرا لك حنان عاطف، وشكرا بالتأكيد لكل من بدروا بالتواصل معنا عبر الإنترنت بإرسال تعليقاتهم ومشاركتهم المختلفة، وسنعرض المزيد منها بالتأكيد لاحقا. الآن ينضم إلي عدد من المعنيين بقضية اليوم، ومعي الآن الأستاذ بهاء الدين محمد من القاهرة، الأستاذة إيمان الكلاف من السعودية، الأستاذ فوزي حجازي من سوهاج. أبدأ بسؤالي للأستاذ بهاء الدين محمد من القاهرة، يعني أستاذ بهاء، ما رأيك فيما حدث في طابة أمس وتأثيرات ذلك على استقرار الأوضاع في مصر من وجهة نظرك كمواطن مصري؟ بداية أنا أحب أن أنا أعرف نفسي الأول كمحرر للشؤون العربية والدبلوماسية بجريدة الوطن. نعم. فبحكم عملي تلقيت العديد من الاتصالات من الدبلوماسيين العرب مختلفين من دول مختلفة، أكدوا جميعا أن هذا الحادث الإرهابي الجبان الخسيس يعبر عن إفلاس مرتكبيه ويعبر عن فشلهم في المواجهة مع الجيش المصري. فهم عندما فشلوا في المواجهة مع الجيش المصري يعني حولوا عملياتهم الإرهابية صوب المدنيين العزل والسياح بهدف ضرب السياحة المصرية والتأثير على صورة الأوضاع في مصر في المحيطين العربي والعالمي. فالجميع يدرك في الخارج أن هذه المحاولة محاولة فاشلة وتدل على يأس مرتكبيها من توجيه ضرباتهم للجيش نتيجة ما يلقوه من قوة ضاربة لهم في سيناء، ونحن جميعا نعلم كل يوم يعني يتم مهاجمة هذه الجماعات الإرهابية في سيناء ويتم دحرها بالكامل. نعم.
فهم يأسوا من مواجهة الدولة وتحولوا إلى المدنيين العزل. شكرا لك الأستاذ، شكرا لك، شكرا جزيلا الأستاذ بهاء الدين محمد من القاهرة. وأذهب للتواصل مع الأستاذة إيمان الكلاف من السعودية. أستاذة إيمان، يعني دعيني أسألك أولا، أنت مصرية الجنسية أم سعودية؟ لا يا فندم، أنا مراسل جريدة المصري اليوم في السعودية. نعم مصرية. نعم، إذا يعني دعينا نعرف رأيك في تأثيرات أحداث طابة بالأمس على الأوضاع في السياحة المصرية وفي الاقتصاد المصري أيضا، من خلال متابعتك للأخبار وردود الأفعال المختلفة عبر الصحف. في البداية أحب أقول إنه بس مش اللي حاصل في مصر ولا الوضع السياسي مصر بس، بالعكس هو بيلقى اهتمام ومتابعة أغلب المصريين الموجودين. نعم. هنا وحتى على المستوى السعودي بلاقي في كل مكان بتسأل عن اللي بيحصل، الإرهاب اللي حاصل في مصر. الحاجة الثانية أنه بعض الناس بدأت تتكلم على أنه في محاربة للإرهاب بالفعل بيقوم بها الجيش المصري في سيناء، لكن الفكرة هي أنه إن إحنا المفروض يكون عندي نوع للمسؤول عن التأمين لسيناء، عن التأمين لمناطق المفروض ان هي مناطق استراتيجية بالنسبة للبلد. الحاجة الثانية خليني اقول لحضرتك انه قد يكون المستهدف الحادثة دي او قد يكون بيعلم جيدا انه في المس التوقيت ده من العام معظم الاوروبيين بيقرروا بيعملوا زي بلان للاماكن اللي هيتم التوجه ليها، وبالتالي ده بيكون مقصود حجم التأثير اللي هيكون عليها في ظل مثلا ان احنا لسه رافعين حالة الحظر عن السياحة، وبعض الدول ابتدت تعلن عن رجوعها تاني لمصر بشكل مكثف. انا اقول عن حاجة بقول لحضرتك انه بعض الموجودين في على المستوى السعودي خصوصا المتابعين الجيد بيحصل في مصر واللي شايفين بيحصل كل عن المنطقة شايفين برضو انه نعم. شكرا لك يا الأستاذة إيمان الكلاف المحررة الصحفية المصرية من السعودية. وأسأل الأستاذ فوزي حجازي من سوهاج. يعني أستاذ فوزي، بالتأكيد سوهاج تنتمي إلى جنوب مصر حيث هناك أماكن سياحية عالمية فريدة تعد مقصد للسائحين من كل بقاع العالم. يعني برأيك إلى أي مدى هناك ترقب لتأثيرات عملية طابة الإرهابية على المناطق السياحية والمسؤولين عن هذا القطاع في جنوب مصر؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. سيدي الفاضل، هذه العمليات عمليات خفيفة يقوم بها الجماعات الإرهابية نتيجة الإفلاس، وهذه العمليات لا تفت عبر الشعب المصري تهدد الصعيد، لأن المنشآت السياحية بالصعيد يقوم عليها شباب الصعيد، وشباب الصعيد يستطيع أن يقرر أي إرهاب، فلا يمكن أن تدخل إرهاب من عام 90 لأيام إلى نصر. لهذا اليوم لا يمكن إرهاب كافيين وطنيين، واللي يقرب من ناحيتهم حيقتلوه. يعني إذن هناك استعداد من جانب المواطنين في صعيد مصر لمواجهة أي عمليات إرهابية محتملة تستهدف السياحة هناك من شارع الحنطور حتى المرشد السياحي. طب يعني هل هناك تعاون مثلا مع الجانب الأمني في هذا الشأن؟ الجهات الأمنية عاملة كل ما تستطيع، ولا يمكن واحد إرهابي يوصل إلى الصعيد. نعم. وهذه العمليات اللي حصلت البارحة عمليات خفيفة وليست بظاهرة، والعالم كله متفاهم الأمن المصري بأنه أقوى أمن، وأن عمليات فردية ولا تؤثر على السياحة أبدا إن شاء الله. نعم. لأنها لم تعد ظاهرة، بل هي عمليات فردية خفيفة. وأقول لحضرتك الإخوان أفلسوا في مواجهة الشعب المصري، فمنهم قدم مكي لوزير العدل
يخدم الصفح والمغفرة. نعم شكرا لك، وصلت وجهة نظرك ورسالتك بالتلاحم ما بين الشعب والشرطة في مواجهة الإرهاب، وأشكر ضيوفي الذين تواصلوا معي عبر الهاتف، وأذهب إلى طائفة أخرى من المتواصلين معنا هاتفيا أيضا، ومعنا الأستاذ أحمد بان المتخصص في الشؤون الإسلامية، وكذلك الأستاذ سيف العماري من الاتحاد العام للغرف السياحية، والأستاذة يسرى عماد وهي مرشدة سياحية. أسأل الأستاذ أحمد بان المتخصص في الشؤون الإسلامية، أستاذ أحمد إذن